تولي مهمة كتابة هذه القصة، وشكرا. مساهمة الجميع وبفضل اختياركم
بكل صدق وبكل وفاء وبكل إخلاص على أن يساهم جميع المستشارين المحترمين وجميع المستشارات المحترمة، وأن يتمكن أن أحرص على أن يتمكن من ممارسات الاختصاصات التي خولها لهم القانون، وأن نتعاون جميعا كمستشارين وكمستشارات مع كل الفعاليات وفاعلي التنمية في هذه المدينة، وأقصد السلطات الترابية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني ورجال ونساء الإعلام والصحافة، أن نتعاون جميعا بإخلاص لنكون عند حسن ظن هذه السكينة، لنخدم المواطنين والمواطنات بأمانة وصدق ووفاء وإخلاص، حتى نكون في مستوى هذه الثقة، في مستوى الأمال والتطلعات التي والمسؤولية، الأمال والتطلعات والمسؤولية التي كلفنا بها مواطنون والمواطن، أن نكون في مستوى هذه المسؤولية، وأن نبذل كل ما في جهدنا وكل ما في وسعنا من أجل أن نوفر لهم سبل العيش الكريم مرة أخرى بمساهمة الجميع. وأعاهدكم على أنني سأحرص على هذا الأمر، وبتعبئة الجميع وبتعاون الجميع، حتى نكون عند اقتنظام الساكنة مستمرين في ذلك بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، حتى يساهم في عزة وطننا وفي خدمة المواطنين والمواطنات. شعارنا قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وشعارنا قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات السادة المستشارين والمستشارات المحترمين، شكرا سيد الرئيس. أخواتي المستشارات، إخواني المستشارين، اسمحوا لي باسمي الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة فاس أن أتقدم بالتهاني للأخ رئيس السيد إدريس أزالي على هذه الثقة التي حظي بها من طرف مجلسنا الموقع. واسمحوا لي أن أؤكد أن الفريق الاستقلالي قرر إيمانا منهم بخدمة هذه المدينة المقدسة وبتنمية هذه المدينة وللسير على النهج القويم في إتمام المشاريع التنموية التي بدأها المنتخبون والمجالس والمجلس السابق، وإيمانا منا كذلك بتنمية المدينة فيما يخص مستقبلها وفيما يخص الثقة التي حظي بها السيد الرئيس وفريقه من طرف ناخب هذه المدينة من أجل استتباب الأمن في هذه المدينة، من أجل سد جلب الاستثمار، ومن أجل التشغيل، ومن أجل عدة نقاط في برنامجه. نقول له باسم
في رعاية الثقل أننا سنكون إيجابيين معاً. سنصوت دائماً على كل المشاريع الإيجابية. سنقول دائماً بجانب ما هو في محل هذه المدينة. ونقول لكم كذلك أن الفريق الاستقلالي سيكون رهن إشارته وسيقوم بواجبه الذي ينبيه عليه ضميره وأصوات المواطنين التي حققها للعمل سوياً من أجل هذه المدينة ومن أجل إنقاذ نور هذه المدينة ومن أجل إشعال هذه المدينة. فمرة أخرى نقول أننا صوتنا بإيمان وصوتنا من أجل المستقبل وسنكون دائماً لن نكون غوغائيين أبداً. سنعارض لما نرى مسائل تخرج عن النطاق الصحيح وسنكون سنصوت بالإيجاب وسنساهم في المناقشة وفي الاقتراح عندما تكون الأمور في الطريق السوي. شكراً جزيلاً. إذا سمحتم نمر إلى المسألة الثانية وذلك في إتقان مقتضيات المادة 19 من القانون 813/13 التي تقري بأن تنعقد مباشرة على جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. للتذكير يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب للائحة. يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها. بالنسبة لمدينة فاس هناك 10 نواب. وإذا يقدم الرئيس لائحة ويجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى. إذا بالنسبة للائحة الرئيس أتقدم بتقديمها وكذلك إذا كانت هناك لائحة فارقة للمقتضيات المادة 19 فليتفضل أحد أعضاء المجلس باقي أعضاء المجلس بتقديم هذه اللائحة. فيما يتعلق باللائحة المقترحة من طرف الرئيس النائب الأول سعيد الحميدة، النائب الثاني عمر فاسي الفهري، النائب الثالث محمد الحارث، النائب الرابع حسن بنشيقة، النائب الخامسة نادية القنصوري، النائب السادسة ابتسام التحماني الإدريسي، النائب السابعة عائشة بوعاز، النائب الثامنة حسن مهيب، النائب التاسع محمد يوسف، ثم النائب العاشر عبد السلام البقالي. إذا هذا ما يتعلق بلائحة الرئيس طبقا لمقتضيات المادة 19. إذا كانت هناك لائحة أخرى فليتفضل أحد أعضاء المجلس المحترمين بتقديمها. إذا لم تكن هناك لائحة أخرى، طيب، أرجو من الإخوان تحضير ورقة التصويت، سنصوت بنفس الطريقة التي صوتنا بها على الرئيس. إذا نفس الطريقة التصويت العلني، ورقة ثانية لكل مستشار ومستشارة، سيثبت فيها اسمه، وبعد ذلك سيصوت في مكان مخصص لوضع علامة التصويت.
السيدة الكاتبة بفضلك. لك الحديث. نصل إلى نهاية الانتخابات التي كنا سنقوم بها، ولكن
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بتصويت على مكتب مجلس جماعة فاس نبدأ العمل، هذا هو الأساسي بالنسبة لنا. كانت هذه المحطة بالنسبة لبلدنا محطة ديمقراطية وتنموية متميزة، نجحنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة ورعاية المباركة لجلالة الملك. واليوم المطلوب منا، وهذا هو الرسالة الواضحة، المطلوب منا اليوم كمستشارين وكمستشارات، كل المستشارين وكل المستشارات، أن نتعبأ جميعا، أن نبذل كل ما في وسعنا حتى نكون في المستوى المطلوب، في مستوى النهوض بهذه المدينة، في مستوى خدمة المواطنين والمواطنات بهذه المدينة، في مستوى الثقة التي وضعها فينا الناخبون والناخبات، وفي مستوى انتظاراتهم وآمالهم. اليوم انطلاقا من هذا اليوم المحطة المقبلة والمستقبل هو مستقبل العمل، هو مستقبل الجد، هو مستقبل المسؤولية، هو مستقبل الشفافية، هو مستقبل الحكام الجيدة مرة أخرى، حتى نكون عند حسن جلالة الملك حفظه الله، عند حسن ظن شعبنا، ونالنا رضا ربنا. هناك لقيتم مساندة حزب الاستقلال؟ لا، أعود لنفس الرسالة. أنا بالنسبة إلي اليوم الرسالة أن الكل معبأ داخل هذه المدينة من أجل مواصلة إنجاح هذه المحطة الديمقراطية، أن نتعاون جميعا كمستشارين وكمستشارات مع السلطات، مع المجتمع المدني، دوركم كذلك، دور الصحافة مهم والإعلام، من أجل أن نواصل هذه التعبئة التي أحسسنا بها في محطة انتخابات ينبغي أن تتواصل، لأن تعبئة الناخبين والناخبات والتئامهم حول من اختارهم لهذه المهمة مهم جدا بالنسبة لإحداث الطفرة التنموية، للاستجابة لانتظاراتهم، ولتجاوز كل التحديات بدعم من كل الجميع. هناك ملفات كبرى، شنو هي الأولويات؟ شنو هي الأولويات؟ هي الاختصاصات ديال الجامعات واضحة. هناك من جهة خدمات القرب، خدمات القرب هي متعددة، أن يحس المواطن بأن المدينة تتطور، بأنه يعني سبل العيش الكريم تتوفر، هناك الإنارة، هناك الطرق، هناك النقل، هناك يعني الجانب ديال التطهير والنظافة، هذه كلها. وكذلك وهذا من بين الأولويات، أن نهتم بالأحياء الهامشية والناقصة التجهيز، هذا أساسي. اليوم المواطن والمواطنة صوتوا بكثافة، لا يمكن أن نركز المجهودات التنموية على فئة. الخطابات ديال جلالة الملك كانت واضحة في أن يعم خير هذا البلد وثروته ومجهودات المسؤولين دياله أن يعم كل المواطن والمواطن. نحن داخل هذه الحاضرة مدينة فاس، الاهتمام بالأحياء الناقصة التجهيز، بالأحياء الهامشية بين قوسين، هذا من ضمن أولوياتنا. خدمات القرب أن توزع، وبطبيعة الحال كاين هناك محور ثاني وأساسي، ولذلك ألح على التعبئة ديال الجميع من أجل أن تستعيد هذه المدينة. سيكون هناك مجهود ديال التواصل مرة أخرى. احنا مرينا بواحد اللحظة ديال التعبئة كبيرة جدا، ينبغي المحافظة على هذه التعبئة، وأعتقد أنه هناك الدستور أعطى آليات جديدة ديال التشاركية، إشراك المجتمع المدني بالعرائض، بالاقتراح، يعني المخطط ديال العمل ديال المدينة، وكذلك بالتواصل مع عموم المواطنين. وعندنا عدة اقتراحات في هذا الباب، الخط الأخضر للتوصل بالشكايات، ولكن ليس فقط للتوصل، للتوصل والمواكبة والتتبع والاستجابة للحاجيات ديال المواطنين. الجانب ديال الميزانية كذلك في البرنامج، سنحاول أن تكون هذه الميزانية ميزانية تشاركية، من حيث أنه يكون هناك فيها صوت المجتمع المدني وصوت المواطنين، وكذلك التعريف بالمجهودات التي تقوم بها المدينة، حتى لا نكون في معزلين عن الانتظارات والأمل ديال المواطنين. وشكرا لكم. شكرا. المكاتب مفتوحة. 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 كل شيء ديالها، كل شيء ديالها، كل شيء ديالها، لعمل.
دابا نعطيك كل شيء داكشي على غابرييل اليوم تنعتبر واحد المحطة أساسية متمنيتنا داخل حزب الاستقلال بعد ما خدينا القرار بالإجماع أننا سنصوت لفائدة الفريق الجديد المكون من الرئاسة ومن أعضاء المكتب. أولا نصوت من أجل الاستمرارية ديال التنمية ديال مدينة فاس، ندعم الشرعية، كذلك احنا نضع كل الخبرات والتجارب بالنسبة للعمل الجماعي واللي اشتغلنا انا شخصيا منذ 1992 الى اليوم. اذا خبرنا هذا العمل، التجارب وهذه الخبرات كلها تنوضعها راهن اشارات المكتب المسير والسيد الرئيس من اجل ان تظل فاس شامخه، لان فاس هي اول مدينه كان بها مجلس بلدي منتخب منذ سنه 1931. فاس جامعه القرويين، اقدم جامعه في العالم. فاس من طبيعه الحال فيها بعض المسائل التي يجب ان تعالج وباستعجال. نحن على استعداد للعمل المشترك من اجل استمرار في التنميه التي تشهدها مدينه فاس، من اجل ايجاد الشغل ومن اجل الحفاظ على كرامه ساكنه مدينه فاس اللي بالمناسبه تنوه بها وبالعمل اللي قدمته المجالس السابقه والدعم تطلب باش يستمر نفس العمل. بالنسبه للاطر والعمال والموظفين ديال الجماعه تطلب منهم كرئيس سابق انهم يعملوا بجد بالليل والنهار مع الفريق الجديد من اجل فاس، لان نقول دائما فاس والكل في فاس. بالنسبه للبنيه التحتيه، فاس اليوم في حاجه الى استثمارات كبرى من اجل التشغيل، من اجل التعليم، كذلك الصحه. اذا هناك قضايا كبرى مطروحه على الاخوه المنتخبين الجدد، سنساهم بطبيعه الحال عبر الدعم ديالنا والخبرات وتجاربنا من اجل دعم الفريق الجديد، لاننا نقول دائما اصعب شيء بدايته. اذا الاخوان غادي يبداو من حيث انتهينا نحن، ونحن مستمرون ان شاء الله من اجل فاس وساكنتها.